قناة شباب نتني، والسلام عليكم. بعد الهزيمة أمام المغرب التطواني في الدورة 27 من البطولة الاحترافية واقترابه من النزول القسم الوطني الثاني، تعرض لاعب فريق شباب الريف حسيمي لاعتداء من طرف بعض المحسوبين على جمهور الفريق أمس الأربعاء خلال الحصة التدريبية الاستعدادية لمواجهة الدفاع الحسني الجديد برسم الدورة 28. وحسب بعض المصادر المحلية فإن الجماهير الحسيمية دخلت أرضية ملعب ميمون العرصي ورفعت شعارات قاسية في وجه اللاعبين متهمة إياهم بالتهاون وعدم التفاني في الدفاع عن قميص الفريق، كما دخلت في عراك مع بعضهم ما جعل الأمن يتدخل لتهدئة الأجواء قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقبه. وأوضحت ذات المصادر أن عناصر الفريق الريفي تقدموا بشكاية لدى المصالح الأمنية من أجل متابعة المعتدين. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.